بعد نحو 100 يوم على بدء العدوان الإسرائيلي، عقدت الجمعية البرلمانية الآسيوية اجتماعها الأول للجنة فلسطين من أجل الضغط لوقف الحرب والحد من التصعيد الإقليمي. The first one is a parliamentary union of OIC member states. لابد من أن نتوحد كبرلمانات إسلامية وأسيوية من أجل إيقاف الحرب الظالمة على غزة. ونحن في إندونيسيا ندعم الشعب الفلسطيني ونرفض التطبيع مع إسرائيل ما دام هناك احتلال وظلم يمارس على الشعب الفلسطيني. مسألة فلسطين بهناك موضوع بسيار مهم. يبذل البرلمان الإيراني مساعي دبلوماسية لحث البرلمانات الإسلامية والآسيوية في سبيل التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وإنشاء لجنة تقصي الحقائق في المجازر المرتكبة في غزة وتكثيف الضغوط الدولية على دولة الاحتلال. وفي الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكدت 26 دولة تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة العقاب الجماعي والتدمير على مدار الساعة. عادت القضية الفلسطينية بقوة، واليوم نحن نحاول نمشي إلى حلول عملية. أولا إيقاف العدوان هذا بدون شرط في أقرب وقت، ثانيا تقديم المساعدات المادية لسكان غزة ولكل سكان فلسطين. جهود دبلوماسية برلمانية تبذلها الدول المشاركة في الاجتماع تحت شعار تعاون البرلمانات من أجل فلسطين، كي تبقى القضية الفلسطينية ضمن أولويات الدول الإسلامية والآسيوية. فلا سلام في المنطقة وإسرائيل تمارس تطهيرا عرقيا في غزة. إيران والمتهمة بالتصعيد ومساعيها لتوسيع الحرب في المنطقة المشتعلة بنيران صواريخ إسرائيل تستضيف اجتماعات برلمانية دولية لتعلن من خلالها ضرورة إنهاء العدوان والاحتلال كخطوة أولى في سبيل عودة الهدوء إلى المنطقة. أمير جابر، ترى عربي، طهران.